السلام عليكم، انا عمر والنهارده هنتكلم عن انميات خريف 2019 الجزء الثاني. كنت عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن 20 انمي نزلوا من انميات الخريف، اتكلمت عليهم بعد اول حلقه ليهم، كان في تقييم مبدئي عن الاول حلقه، وكان في مجموعه من الانميات ساعتها ما كانتش لسه نزلت لها الحلقه الاولى. فاحنا في الفيديو ده هنتكلم عن الانميات ديت زائد تقييم لكل الانميات اللي نزلت بعد حوالي 3 او 4 او 5 حلقات، وهل هي تستحق المشاهده او لا. هيكون في الفيديو ده 3 حاجات: اولا مجموعه الانميات اللي هي الاضافيه اللي ما اتذكرتش في الفيديو بتاع الجزء الاول، ثانيا ترشيح لبعض الانميات انصحك وبشده ان انت تتابعها، ثالثا انميات ممكن تديها فرصه، ممكن تطلع من جوك، هي انميات نقدر نقول عليها لطيف حلو ماشي حالك نوعا ما. هبدا بالانميات اللي ما اتكلمتش عنها في الجزء الاول، هتكلم عن القصه، ولو في جانب حرق هتكلم عليه هقول، وهيبقى في علامه الحرق والتصنيف، وهل الانمي حلو او لا. كل الاراء في الفيديو ده هي من وجهه نظري الشخصيه، من وجهه نظري انا، لو عندك راي مختلف ممكن تقوله تحت في التعليقات ونتناقش. الانمي الاول ازور لين، بصراحه يعني الانمي ده عمل حاجة من اسوأ الحاجات اللي ممكن يعملها اي انمي، هو ان خلى النوع الوحيد من البشر اللي موجود في الانمي ده هو اناث بس، مفيش اي راجل في العمل ده، ودي من اكتر الحاجات المنتنة اللي ممكن تعملها، لان هيجي في دماغي شوية حاجات كده هتخلي الانمي شكله سيء، وهو شكله فعلا سيء، الانمي مش حلو. ولكن تصنيفه اكشن عسكري تاريخي، وبيتكلم عن فترة كده في الحروب. انا يعني عن نفسي ما عجبنيش الانمي، عجبتنيش اجواءه فما كملتوش. الانمي الثاني فال اكس لاف، الانمي كان ماشي بريتم حلو، كان فيه قصة كانت ممكن تتحكي، كان فيه نوع من انواع التنمر اللي كان الانمي كان ممكن يحكيها ويجيب لنا جانب من القصه وازاي ممكن نتعامل مع الحاجه دي، وكان في مبالغه نقدر نقول عليها سيئه في العمل ده من جانب الاشخاص في التعامل مع التنمر ده. ولكن حصل حاجه غريبه، ان الانمي بيعاملنا كاننا عارفين القصه مسبقا، او حاجه ما بيوصفش ما بيحكيش على اللي بيحصل، زي مثلا ان هو بيعاملنا كاننا عارفين ان الانمي خرق للطبيعه يقلب مره واحده مدرسه الخرق للطبيعه، ومن ان انت بتحكي قصه شريحه من الحياه لان انت دلوقتي بتحكي لنا قصه قوه خارقه. لا طبعا الانمي مش حلو، ولكن برضه تصنيفه هو هارم وكوميدي خارق للطبيعه ورومانسي اتشي ومدرسي وشون، يعني شويه تصنيفات كده لو تركبت مع بعض تخليك اصلا ما تتابعش العمل. والانمي لحد ما قلب على سيء، كان ماشي كويس بعد كده ابتدى يتكلم في نقطه معينه الحلوه اللي هي التنمر، ابتدى مستواي على بالنسبه لي، ولكن بعد كده ابتدى يهبط خالص لحد ما كملتوش. الانمي مش حلو. الانمي اللي بعده اكترز سونجز كونكشن، الانمي ده مش عارف اقول عليه لان ما نزلوش حلقات، ما شفتلوش حلقه، دورت عليه ما لقيتوش، فاسكيب. الانمي اللي بعده ستاند ماي هيروز بيس اوف ترو، مش معنى ان انا كاره ان العالم كله يكون سيدات ان انا هحب ان العالم كله يكون رجال ما عدا ست واحده، لا يعني انتوا فاهمين الكلام ده غلط، انا اعتراضي على المبدا ذات نفسه مش اعتراضي على النوع، لا والله يعني انا عايزكم تفكروا كده معايا شويتين. تصنيف العمل جوسي ورومانسي وغموض، وإدارة مكافحة المخدرات، كلهم شبان، كل واحد عنده لون لشعر، وكل واحد بقى فيهم وسيم من جهة معينة، فطبعا لازم يكون فيها كده شوية حاجات. والجويسي طبعا اللي هو بلس 18 للسيدات أو موجه للسيدات بشكل عام. أنا مش معترض على إن أنت بتجيب لي ستات بس أو رجالة بس، أنا معترض على المبدأ ذات نفسه، مفيش عالم كده. الأنمي من بدايتها مش حلو، الأنمي ده سيء إلا إذا كنت بتحب النوع ده من الأعمال. بعد كده أنمي شوكيجي كينو وسوما الموسم الرابع، في مراجعة للأنمي ده تحت في الديسكريبشن. صراحة الموسم ده في الأنمي ده أنا حاسس إن هو هيكون احسن من المواسم اللي فاتت، بالتحديد التاني والتالت، طبعا مش هيبقى احسن من الاول، الاول احسن من التلاتة مع بعض، ده شيء منتهي منه بالنسبة لي. قصة الانمي وانت ما اتفرجتش عليه بتحكي عن الطالب سوما اللي انضم لأكاديمية توسكي عشان يحقق حلمه ان هو يكون طباخ ماهر كده زي والده، عشان يعرف الغموض اللي بيحيط حوالين والده. قصة بسيطة جدا، ولكن الموسم الاول احداثه مشوقة الى ابعد الحدود. ولكن الانمي فيه عيب خطير، ان هو تصنيفه الاساسي اتشي، بعد كده مدرسي وشونه، بس لو تغاضينا عن السلبية ديت فانت هتطلع بمتعة رهيبة جدا من العمل ده، بالذات الأطباق اللي هم يحطوها قدامك، لعبك هيسيب. الانمي انصحك ان انت تتابعه بشد، الا اذا كنت هتتابعه عشان الايتشي فانا متبرئ منك. بعد كده انمي شينكو كايتشي بان، الانمي برضه بيتكلم عن الطبخ زي شوكيجي نوسوما، ولكنه مش هيوصل للموسم الاول بتاع صراحه الطبخ اطلاق، تتوقعش منه كده، ولكن ممكن تتوقع منه اطباق بشكل حلو، طبخ بشكل جميل، احداث نوعا ما لطيفه، انمي نوعا ما حلو لطيف بس مش اكتر من كده. والقصه بتتكلم عن ماو اللي هو قرر ان هو يلف في رحله حوالين الصين عشان يشوف الاطباق ويشوف انواع الماكولات وعشان يتعلم اكتر حوالين الطبخ، بعد ما عدى مسابقة جوانجوزو ان هو يكون شيف محترف. تصنيفه كوميدي وشون، انا انصحك تتابع العمل لو يعني عايز تتابعه تتابعه، لو مش عايز تتابعه مش هتخسر برضو حاجه. الانمي اللي بعده كابوكيشي وشارلو، القصه بتتكلم عن 7 محققين غريبي الاطوار، منهم شارلوك هولمز، عارف ازاي في العصر الحالي بتاعنا مش عصر قديم، والمجموعه ديت بتحقق في جريمه قتل غريبه الاطوار زيهم. وتصنيف العمل غموض وكوميدي ودراما، العمل نوعا ما جايب لك شارلوك هولمز ولكن بشكل مختلف جدا عن اللي احنا ممكن نتخيله او نعرفه عن شارلوك.
شارلوك هولمز. يمكن كونان هيزعل لو عرف كده، لكن نوعا ما التصوير اللي هم جايبينه لشارلوك هولمز ممكن يكون فيه سنة عبقرية من بتاعته، ولكن غريب الأطوار بشكل كبير. بس في عيب قاتل في الأنمي ده، ان هو من ناحية الشذوذ بشكل مقزز بشكل قميء، جابهم لك وبيتعمل في الأنمي عادي. ده ممكن يكون شيء فاصل في العمل، ما تفتحش الحلقة الأولى أصلا عشان كده. ولكن هل الأنمي كويس؟ نوعا ما بسبب النقطة القاتلة اللي فيه دي تقدروا نوعا ما، ولكنهم بيقدروا يستخدموها بشكل كوميدي حلو، لكنها لا تزال شيء مقزز جدا. أنمي بوكو نو هيرو أكاديميا، قصة بتتكلم عن ميدوريا، الشخص اللي ما عندوش كويرك، والكويرك ديت هي القدرة الخاصة. في العالم بتاع الأنمي ده 80% من سكانه عندهم قدرة خاصة اللي هي الكويرك، و20% اللي البطل بتاعنا منهم ما عندهوش قدرة خاصة. والبطل الأول بتاع العالم ده أول مايت هو قدوة بتاعت الشخصية بتاعتنا. مش عارف أنا بحكي لك القصة ليه، لكن ما علينا. تصنيف العمل أكشن مدرسي، قوة خارقة شونين وكومي. طبعا مش محتاج إنهم يعرفوا لك أكتر من كده، أنمي جميل. بعد كده يعني بصراحة عايز أتكلم عن أنمي شيهايا فورو الموسم الثالث. أنا بدأت في الموسم الأولاني وتابعت بتاع حوالي 10 حلقات، والمشكلة إن أنا اتعلقت بشيهايا الطفلة الصغيرة، اتعلقتش بالكبير، لكن حبيت الطفلة الصغيرة مع إن أنا بكره جدا انت تروح في ماضي في اول حلقه، لكن حبيت الحوار اللي حصل، حبيت الطفوله، حبيت الحوار بتاع الطفوله بتاعهم. لكن حاسس ان الاحداث ابتدت تبقى مرتيبه شويتين، يمكن عشان هو لسه بيبني. على العموم انا هكمل الانمي، انمي بصراحه ممتع. الانمي دراما والعاب وشوجو، مدرسي شريحه من الحياه رياض. قصه بتتكلم عن شهايا، فتاه ما عندهاش اي حاجه، ما عندهاش اي موهبه، وحلمها انها اختها تبقى عارضه ازياء او احسن عارضه ازياء. وبتقابل ارتا اللي بيعلمها عن لعبه الكاروتا وازاي هي لعبه مختلفه جدا عن اللي احنا عارفينها او اللي هم عارفينها، لان اللعبه ديت حتى مش مشهوره في اليابان. ومن هنا بتبتدي شهايا انها تتعلق اكتر باللعبه بسبب اللي هي شافته من ارتا. بعد كده هنتكلم عن انمي سايكوباس. صراحه الانمي انا ما تابعتوش، ما اعرفش عنه اي حاجه، ولكن هقول لكم القصه بتاعته. تدور احداث الانمي في المستقبل القريب، حيث تم تطوير مفهوم القانون الى قانون متطور يضم نفس المبادئ لكن يحكم فيها الات على مستقبل البشر وما هو مناسب لهم وما يحقق سعادتهم. تحكم ايضا على نفسيتهم، وايضا تستطيع معرفه الاشخاص الذين ينوون ارتكاب الجرائم، وقبل فعلهم لذلك يتم القبض عليهم ويطلق عليهم بالمجرمون الكامنون. واحد هؤلاء الاشخاص هو شينيا كاجا، كان محققا في الماضي واصبح مجرما كامنا، لكن كيف حصل له ذلك؟ كيف تأثر بزميلته في العمل كانت سوني مور. تصنيف الانمي اكشن شرطه خيال نفسي علمي اثاره. من كلام الناس على الانمي ده، انمي لطيف وحلو وجميل كل حاجه، رحت وانا هروح اتابعه. بس ده بالنسبه للانميات اللي انا ما اتكلمتش عنها في الجزء الاول، يعني تروح تتابع الجزء الاول هتلاقيه تحت في الوصف، اتكلمنا فيه عن 20 انمي. بعد كده خلينا نتكلم عن انميات يعني لطيف حلو نوعا ما. الانمي الاول كونويوشا جاوري. الانمي ده هو الميزه الوحيده اللي فيه هي الكوميديا، هو انمي كاي ولكنه انمي كوميدي، مش من الطراز الاول ولكنه انمي كوميدي حلو جدا. بس ما تنتظرش اي حاجه منه غير الكوميديا، ما فيهوش حبكه، في قوه خارقه سيئه، المغامرات بتاعتهم زي الزفت، ولكن الكوميديا بتاعتهم. بعد كده انمي هتاجي كيمونو ميشي. الانمي ده نفس الشكل بتاع الانمي اللي فات، كوميديا وحلوه ولطيفه وكل حاجه، ولكنها اقل شويتين، لكنه انمي يعني بصراحه انا ما بحبش الابطال المنتنين اللي بالشكل ده، لان البطل بتاع الانمي اللي فات برضو بطل منتن ولكن ما عليه. بعد كده انمي شيشي ني نارو. الانمي زي ما قلت عليه في الجزء الاول بتاع انميات الخريف، انه واخد شكل الايسيكاي بشكل افضل بكتير من الانميين اللي فاتوا، جايبها بشكل حلو، في قصه عايز يحكيها، شريحه من الحياه كويسه، دراما عايز يحكيها، دراما لطيفه نوعا ما، اللي هي فتاة بتدور على كتب، بتدور على المعرفة، كل المتعة بتاعتها بتطلع من قراءة الكتب، في فكرة لطيفة أحسن من الأنميين اللي فاتوا. بعد كده أنمي أوري وسكينان. الأنمي نوعا ما أقدر أقول إن هو بدأ بداية حلوة جدا، ولكنه ابتدى ينزل لحد الحلقة الثالثة اللي عجبت الناس ولكنها ما عجبتنيش. الحلقة الرابعة ابتدى الموضوع يتحسن تقريبا، نزل الحلقة الخامسة بيتهيألي ابتدى الموضوع يتحسن، أو الحلقة الرابعة ابتدى يرجع لوضعه الأولاني، ابتدى يرجع للوضع الطبيعي بتاعه في الأول. ولكن في مشكلة إن هو في اتش كتير، ولكنه أنمي حلو، في كوميديا حلوة، في دراما نوعا ما شوية. بعد كده انمي هختصره في سي كي تي واسكا. انمي نقدر نقول عليه نوعا ما ماشي، ولكن فيه شكل جديد للقصة، ممكن يكون شكل متخلف، جايب لك عيل هو رئيس وزراء اليابان مش عارف ازاي يعني، بس اسكاي ولازم بقى تتابعه كل حاجة. انمي لطيف، انمي ماشي الحال. بعد كده انمي ايرو ماكون، اللي هو انمي كوميديا حلوة صارخة، بالذات البنت اللي هي معاها مشعر اخضر مش فاكر اسمها، ولكنها صاحبة كوميديا لاذعة، صاحبة كوميديا ممكن تفجرك من الدرق.
طيب انمي حلو ككوميديا بس ما تستناش منه اي جانب تاني. بعد كده انمي اساسنز برايد. الانمي اقدر اقول عليه نوعا ما في محن شويه ما بين البنت والبنت التانية، بنت مشعر اصفر والبنت مشعر ازرق، برضه مش فاكر اسمهم، مش فاهم المبدا بتاع ان هو يجيب لك كل الشخصيات اللي قدامنا بنات مفيش غير ولد، حتى المعركه اللي هو جايبها لنا كانت معركه نوعا ما ها شويتين، ولكنه انمي ماشي حاله. بعد كده انمي كيبو كيشي وشارلوك. انمي اقدر اقول عليه في تحريات كويسه ولكنه انمي ماه شويتين، هيبقى حلو لو كان شلنا حته الشذوذ اللي ملهاش اي 30 لازمه ديت اللي هي شيء مقزز، ولكن بعيدا عن النقطه ديت نقدر نقول عليه انمي كويس، انمي تقدر تتابعه في حاجه عايز يقولها، كوميديا برضو بتاعته كويسه جدا، غير كده مفيش. بعد كده انمي هختصره في كي تي تي كي. انمي نوعا ما واخد التحقيقات لجانب مش مذكور فيه ان هو جانب قوه خارقه، مش مكتوب ان هو قوه خارقه ولكن هو فيه قوه خارقه من اللي انا شايفه. بصراحه الانمي ما عجبنيش ولكنه نوعا ما ممكن يكون تحقيقات، وانت عايز شيء كوميدي يعني الكوميديا اللي فيه لطيفه خفيفه. بعد كده انمي شينكوكا اتشيبان. الانمي زي ما قلت ان هو انمي طبخ، يعني لو انت عايز تروح تبص على الاكلات الشهيه اللي هم بيعملوها روح، غير كده ما تروح. موجن وجونين امور. الانمي يعني معلش يعني هو اثبت ان هو القصه بتاعته فاضيه، القصه بتاعته فارغه، القصه بتاعته عاديه مش تقيله، كل اللي عنده هو الدمويه والتقطيع والجزء السوداوي ده وبس، ما فيش اي حاجه. انمي اقدر اقول عليه كويس لو انت بتحب حاجه زي كده، لو انت مش عايز قصه تشغل بيها دماغك، لو انت مش عايز حاجه او حتى فلسفه في الانمي، مش عارف اذا كان الاقتباس هو اللي ظلمه او لا، المانجا جايبين لك فلسفه عميقه او صراع نفسي موجود، الكلام ده مش موجود في الانمي خالص. كل اللي موجود في الانمي هو تقطيع ودمويه، والاحداث بتمشي على حسب ما بطل القصه عايزها او على حسب ما بطل القصه رايح. انت مش شايفين جانب قوه من البطل، البطل ذات نفسه نقدر نقول عليه الضعيف، ملهوش تقل في العمل، مش عارف اذا كان ده سوء اقتباس او هو القصه ذات نفسها كده وتحمسنا عليها على الفاضي. دلوقتي بقى هنتكلم عن انميات انصحك وبشده او اقدر اقول لازم تتابعها لانها انميات تستحق المتابعه وبشده. مفيش ترتيب، ها مفيش ترتيب خالص. اولا اهيرونسور. الانمي اثبت نفسه، الانمي اثبت ان هو عنده قصه حلوه لطيفه نوعا ما، ولكن الجانب الحماسي اللي احنا عايزينه منه اثبته وبقوه. ده انا جانب حماسي حلو، ده مباريات كويسة، انيميشن محترم، الرسم ممكن نختلف عليه انا مش شايف اي مشكلة، ولكن الرسم يعني مش الحاجة اللي هتخليك ما تتابعوش، رسمة البق بالذات، ولكن الانيميشن النقطة المهمة اللي فيه عاملينها بشكل مظبوط مفيهاش اي مشاكل، والقصة نقدر نقول عليها نوعا ما لطيف. اي نعم هو اقتبس من هنا وهناك ولكن انمي حلو، او مش اقتبس هو نسخ يستحق المتابعة وبقوة. بعد كده انمي كونو اوتو توماري. انمي ده لو انت ما تابعتش الموسم الاول روح تابعه عشان تلحق الجماليات اللي احنا هنشوفها في الموسم الثاني. في قصة حلوه بتتحكي، اي نعم في شويه حاجات ممكن تفصلك، شويه محن كده شويتين، ولكنه حاجه حلوه. الدراما اللي احنا هنعيشها مش احسن حاجه، ولكن الموسيقى اللي فيه رائعه، المقطوعه الموسيقيه اللي بتطلع، وبالذات ان هم ابتدوا ياخدوا الموضوع بجد، يعني ابتدينا نشوف جديه في التدريبات اللي هم بيعملوها في العمل ده، فده بيديني طابع اقوى ان اللي جاي هيكون احسن بكتير. فبصراحه انصحك ان انت تروح تتابع الموسم الاول وتكمل معانا الموسم الثاني لو انت لسه ما تابعتوش لحد دلوقتي. بعد كده انمي بابليون. بص لو انت عايز حوارات تقراها ما بين السطور لازم تتابع الانمي ده، لو انت عايز قصه جديه جدا والصراع نفسي بيحصل مع الشخصيه الاساسيه وجزء الثقه الزياده اللي عنده ديت دايما بينكسر لازم تروح تتابع الانمي ده، لو انت عايز الوساخه اللي بتحصل في عالم المال والاعمال وعالم السياسه وعالم الاقتصاد وكل الكلام ده لازم تروح تتابع الانمي ده، لو انت عايز فعلا غموض وتحقيقات كويسه في الموسم ده لازم تروح تتابع الانمي ده، الانمي ده حلو هيقرب جدا على ان هو يكون انمي ممتاز بس يكمل على خير، وده الشرط الاساسي لازم يكمل على خير. قريب ان شاء الله هنبقى نعمل مراجعه للانمي ده. بعد كده انمي ناناتسو نو تايزاي. مع كره اللي هم عملوه ومع التمطيط مع الاختصار، يعني ما تسالنيش ازاي بيمطوا وبيختصروا في الاحداث، لازم برضو تتابع الانمي ده، ولو انت ما تابعتش الموسم الاول والثاني لازم ترجع تروح تتابعه، الانمي حلو جدا. الموسم الثاني كان انفجار، الاحداث اللي جايه في المانجا خرافيه، عدا النهايه اللي هتكون فاصله ممكن تعجبك، لكن الاحداث اللي جايه اقدر اضمن لك انها هتكون احداث صادمه، احداث هتكون خرافيه بمعنى الكلمه. انصحك بشده ان انت تتابع العمل ده، يمكن تكون نصيحه غريبه، انصحك ان انت تروح تتابع المانجا، تفكك من الانمي وتروح تتابع المانجا. مع الاسف يعني الاقتباس بتاعهم سيء، لكن اقدر اقول لك ان انت برضو لازم تتابع الانمي، مع الاسف بيفرض نفسه. بعد كده انمي بيسترز. الانمي ده بيتظلم برضو زي ناناتسو نو تايزاي وزي صراع الطبخ من حته الاقتباس، على كلام متابعي المانجا ان هم اقتبسوا جزء كبير الاربع او خمس حلقات اللي نزلوا، ودي مشكله. ليه؟ لان انت بتهمل كده الفكر والعقليه اللي الكاتب عايز يحطها في الانمي بتاعه، كده بتقول له امسك كلامك اللي انت عايز تحطه في العمل ده اللي انت شايف ان هو شرط اساسي ان هو يتحط ارميه في اقرب سله زباله، بالذات بالنسبه
الانمي والمانجا، الافلام والمسلسلات حاجه تانية، انما في الانمي بالذات لا، لازم تقتبسها بالشكل اللي الكاتب شايف، الشكل اللي الكاتب عاوزه. لان انا بصراحه مش شايف الجانب النفسي اللي متابعين المانجا بيتكلموا عليه، الجانب النفسي متشال، الجانب النفسي مش موجود، الصراع النفسي اللي احنا بنشوفه ده مختزل بشكل رخيص. مع كل الكلام ده الانمي ده حلو، الانمي ده لازم تتابعه. نو جانس لايف، الانمي ده يعني وباختصار البطل بتاعه يعني شايل العمل وبيطلع يجري، البطل بتاعه رهيب جدا، اداء الصوتي خرافي، الشكل العام بتاع الشخصيه حاجه مبدعه، الفكره اللي في العمل ده مديها طابع سوداوي ومديها طابع ان انت معاك طفل، الطفل ده بيعامل معامله سيئه الى درجه اشفاق عليه، اشفاق عليه يا راجل، ده في حاله من الاذلال بتحصل للولد. العمل اسود، العالم بتاع العمل ده اسود جامد، ولكنه لا يزال في جانب براق، في جانب مضيء. خلاصة الكلام عن العمل ده لازم تتابعه. بعد كده انمي هوشاي نو سورا، في جانب تاني كده من جوانب الشريحة من الحياة لما بيتكلموا عليها، جانب التنمر، جانب الاهل، جانب المعاملات اللي بتحصل من الاهل، الانمي ده مجسدها بشكل حلو جدا، بشكل يحسسك كأنك تكاره اللي بيعملوه، في نفس الوقت جايب لك جانب حلو مشرق، جانب رياضة غريبة عننا تقريبا، لكن الانمي ده جايبها لنا وبيشرح لنا القواعد وبيعلمنا ازاي هما بيلعبوا وبيعلمهم الاساسيات، ماشيين واحدة واحدة. وعلى الناحية التانية جايب لك جانب الحياة بتاعتنا بيهملهوش، وده اللي في بعض انميات الرياضة يعني بعيب عليهم، ان هما ما بيهدوناش الجانب بتاع الشخصيات، بالذات لما تتكلم عن شخصيات في الاعدادي او الثانوي، انت لازم توريني جانب حياته لان ده بيأثر على الجانب الرياضي بتاعه، هو اكيد يعني ما بيعرفش يفصل، هو الشخص محترف للدرجات، في ناس محترفة في عالمنا الواقعي ما بتعرفش تفصل ما بين حياتها الشخصية وحياتها عملية، يجيب لي اطفال بيعرفوا يفصلوا ما بينهم. وخلاصة الكلام عن الانمي ده لازم تروح تتابعه، الانمي بيحكي قصة مختلفة عشان هو بيتكلم عن رياضة مختلفة وبيتكلم عنها بجانب تاني. انا بصراحة لو نتكلم عن الرياضة، الرياضة ذات نفسها تكون ضعيفة، ان الجانب النفسي او جانب الشريحة من الحياة او الجانب الاسري اللي هو بيحكيه لنا رائع. بعد كده طبعا بكون هيرو اكاديميا، يعني مش محتاج ان انا اشرح لك ليه لازم تروح تتابع الانمي ده، لو انت ما تابعتش الانمي ده يبقى انت بصراحة بتستهمل. الانمي دلوقتي في الموسم الرابع والقصة ابتدت تحلو اكتر واكتر، ابتدينا نخش في الحماس واحدة واحدة، ابتدينا نبعد بقى عن جو التدريبات وجو مش عارف ايه، جو الصداقة بقى، ابتدينا نروح بقى للتدريبات اللي هي الحقيقية في أرض المعركة. لازم تروح تتابع الأنمي ده قبل ما يتحرق عليك من كل الناس اللي حواليك. بعد كده الأنمي الأخير في الأنميات اللي أنت لازم تتابعها أو تستحق المتابعة وبشدة هو سرعة طبخ شوكوكينوس، دلوقتي في الموسم الرابع، أنصحك إن أنت تروح تتابع الموسم الأول وبشدة وبقوة، أنمي ممتع إلى أقصى درجة. الموسم الرابع ابتدى الموضوع يتحسن عن الموسم الثاني والثالث، ابتدوا يرجعوا الاساسيات اللي حصلت في الموسم الاول ان هم يقتبسوا بشكل حلو. ايه بس ده كل اللي كان عندي في الفيديو النهارده، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش الفيديو دوس ديسلايك، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، فعل زر التنبيهات. شكرا على المشاهده، سلام.